بهذه الدموع اليائسة من العيش ولذة الحياة، أم إسماعيل تضطر لبيع إحدى كليتيها لسد رمق العيش وسداد دين زوجها، الجبل الذي تركه على كتفها وكتف إسماعيل ورحل. فلا خيار لها سوى اللجوء إلى بيع أعز ما تملك، مناشدة الناس الخيرين والحكومة بمد يد العون لها ولأولادها لإسعافهم. أخي إحنا مديونين، ناس مديونين، ولعني ما عندي غير معينة الله وهالوالد، وشغل تعرف أنت شغل ماكو، وبطالة بطالة كثيرين، فعاد ما ظل عندي أي تشارة. يعني أنا وابني قررنا نبيع كلياتنا، لأن عندي أيتام خطاهم برقبتي، وعندي طالبات مع المدرسة. والله أطالب إن شاء الله من الخيرين ما يخلون قصرة ويساعدوننا ويقفون معانا ويفكون هاي الأزمة اللي إحنا بيها. يعني جبل جبل على ظهري، أنا ما راح يعني بعرض القانم وبعرض الخيرين يدحقون علي ويدحقون على هذول الأيتام وهذول الأطفال، وعندي أطفال صغار. يعني والله قوط الحليب أنا ما أقدر أشتريه. إسماعيل ابنها هو الآخر الذي تحالف مع والدته لبيع إحدى كليتيه لسداد دين والده، فطرق بابهم كل يوم من الناس مطالبين بحقوقهم لم يتحمله إسماعيل، وهو المعيل الوحيد بعد الله لهذه العائلة المكونة من 14 نفراً ما عداه. أنا عامل كتف وما عدنا، من الماكو قررنا نبيع كلياتنا أنا ووالدي، رد ننظر للناس الخيرة اللي تساعدنا. والدي توفى ومطلوب تقريباً ما يقارب 25 مليون، ويعني شغلي أنا عامل كتف وشغلي عرب أنا مال مخضر، ويوم يجي من 3000 إلى 4000 دينار. أتمنى من الناس الخيرة إنه تساعدنا وتقف بظهرنا، والله ما ينسى أحد. فقررت أنا ووالدي نبيع كلياتنا حتى ننطي ديان العالم ونعيش، وأنا عندي أطفال اثنين، يعني ما عدا عائلتي أنا عائلتي 13 نفر، وعندي أنا أطفال اثنين يعني 15 نفر، وعلى العرب أنا 3000 4000 دينار، والعالم واقفة بالباب تريد فلوسه. مثل هذه القصص في محافظة نينوى المئات المئات، فحرب التحرير الأخيرة خلفت وراءها أرامل وأيتام كثر لا معيل لهم سوى الله وأجسادهم التي تعينهم على العمل فقط. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.